نجمة عرب وود هذا الأسبوع هي الفنانة الجميلة درة اللي بتعيش نجاحات كبيرة الفترة دي، وده بعد طرح فيلمها جدران. وفي لقائنا معاها عرفنا أكتر عن كواليس العمل وكمان أثرت كتير عن حياتها الزوجية. ما أقدرش أقول على نفسي غير شاطرة مش في كل حاجة، بس يعني لا يعني شاطرة. أكيد هي ممثلة موهوبة جداً، بتقدر تقدم أدوار مختلفة بأداء مميز، بس كمان هي بتوصف نفسها بأنها ست بيت شاطرة، وده اللي كلمتنا عنه وعن التفاصيل المشتركة بينها وبين زوجها هاني سعد. يمكن الطموح، الإصرار على النجاح، والطيبة، يعني في حاجات كمان احنا اتنين بنحبها التفاصيل، وفي عيوب كمان فينا ممكن احنا اتنين ان احنا بنبقى عايزين perfection في كل حاجة بنعملها، فده بيرهقنا شوية نفسيا. يعني بيقولوا ان الجواز مسؤولية كبيرة ممكن تأثر على المشوار المهني، بس مع درة الوضع كان مختلف. يعني عمري ما أقدر أقول بالسلب طبعاً بالإيجاب يمكن دليل التأثير الإيجابي كان المشاركة في أكتر من عمل مهم، ومنهم بطولة فيلم جدران اللي بيتعرض على أحد المنصات الرقمية، واللي بيعتبر خطوة مهمة في مشوارها الفني. كان شبه الحلم. تجربة فيلم جدران نوع مختلف، وأنا الحقيقة يعني كنت بخاف دايما من الأفلام اللي هي تنتمي للرعب. لما بنعملها في الوطن العربي أو يعني في مصر، ممكن هي ما بتبقاش دايما على مستوى الأفلام العالمية الرعب اللي بتتعمل، لكن هنا أنا لقيت عناصر حلوة. أنا ما بحبش الرعب للرعب. أنا خايفة. الدور هو شدني الحقيقة ليلى، وخصوصا ان عندها دور مش نمطي قوي، لان عندها تحول بيحصل. بنرجع للقصة القديمة بتاعت أسرتها، ولان افلام الرعب بتحتاج آلية خاصة في التصوير. حكت لنا عن الصعوبات اللي واجهها فريق عمل جدران. كل اللي انا فاكرة اني سمعت اصوات، طلعت هنا طمن عليكي، وبعد كده ما حسيتش بحاجة. ودايماً بيبقى فيه صعوبات أثناء التصوير في أي نوعية بنقدمها، وخصوصاً لما بنيجي نعمل نوعية زي الرعب مش دايماً عندنا كل الإمكانيات متاحة الحقيقة. فإحنا بنحاول نعمل حاجة عمل محترم بإمكانيات مش كبيرة قوي. ثم بقى صعوبات الدور نفسه نفسياً، التحولات اللي هي من جوه كلها أكتر، يعني الإحساس دايماً لما بيبقى داخلي أكتر وبتعبري بإحساسك وبعينيكي، يعني ده بيبقى أصعب شوية من إنه يكون في حاجات. حتى إحنا اللوكيشن هو وان لوكيشن تقريباً. وعن ردود الفعل وتعاملها مع آراء الجمهور، كلمتنا عن طريقتها في التعامل مع الانتقادات. ردود الأفعال أنا سعيدة بيها جدا. أنا كنت خايفة، وكل مرة بكون خايفة طبعا مع كل عمل. أنا بحس إن أنا بقدم أعمالي للناس اللي بتحبني، اللي هي منتظرة مني، وده بيحملني مسؤولية على فكرة كبيرة، إن أنا أكون عند حسن ظنهم. إنما الناس السلبية، مجرد إنها تكون سلبية أو بتطلع حاجة جواها هي يعني سلبية، دي ملهاش لازمة. يعني أنا بحس إنه لا، يعني مش ضروري إن أنا أهتم. أنا بعشق عمر الشريف، يعني بالنسبة لي يعني دايما حتى لما بشوف له أي حاجة قد إيه رائع. يعني كنت أحب أكون في الزمن ده وأقدم قصص إحسان عبد القدوس. بحب أسمع حاجات مختلفة، غربي وشرقي وكل حاجة. بحب أسمع فيروز، بحب مثلا أغاني مؤخرا حمزة نمر مثلا. مسلسل المتهمة هينزل قريب على شاهد، يعني أتمنى أن الكل يشوفه ويا رب يعجبكم. وفي مشروع بحضر له دلوقتي مسرحية، لكن مش هقول تفاصيلها كلها حاليا، يعني لأن احنا لسه بنعمل الاتفاقات وكده، وإن شاء الله يعني تكون حاجة جديدة ناس تشوفني بشكل مختلف.